صباح الخير عليكم جميعا باسم الرعية الكلدانية بالأردن وباسم المتناولين وأهاليهم. نرحب أجمل ترحيب بصاحب الغبطة والنيافة أبونا وسيدنا الباتريارك الكاردينال مار لويس ساكو كلية الطوبة، مع سيدنا شليمون وردوني، سيدنا باسيليوس يلدو، سيدنا ثابت حبيب وأبونا بسمان اللي جوي خصيصاً حتى يشاركونا هذه الفرحة بالتناول الأول ويحتفلون معنا. شكراً جزيلاً لحضوركم، أهلاً وسهلاً بكم. فالآن نسوي التليفونات صامت حتى نقدر نصلي ويكون القداس كل أجواء صلاة، أجواء روحية فقط. أهلاً وسهلاً بكم، أهلاً بكم سيدنا مرة ثانية. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر الآن وإلى الأبد. آمين. قونا يا ربنا وإلهنا نحن الضعفاء بحنانك، لكي نحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد طبيعتنا البشرية وخلاصها برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل الآن وإلى الأبد. عندما يفوح يا ربنا وإلهنا عطر محبتك الزكي فينا، وتستنير نفوسنا بمعرفة حقيقتك، نصير أهلا لاستقبال تجلي ابنك الحبيب من السماء، فنرفع إليك الشكر والتسبيح في كنيستك المكللة الممتلئة من فيض نعمك وخيراتك، فأنت الرب وخالق الكل الآن وإلى الأبد. يا رب حقا باعث أجسادنا ومخلص نفوسنا الصالح وحارس حياتنا الدائم، فلك ينبغي أن نؤدي الحمد والمجد والسجود يا رب الكل الآن وإلى الأبد. آمين. أرمق الخنوش شبح كل
نتضرع إليك أيها القدوس المجيد القوي الذي لا يموت، يا من يسر بالسكنى في القديسين، التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لننصت إلى وصاياك المحية والإلهية، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا، فنرنم لك المجد يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. انصتوا إلى قراءة من سفر إشعياء بعد خمار. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون بعد خمار. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثية، يقول يا إخوة بارخ مار. أقول كما يقال للحكماء فاحكموا أنتم فيما أقول. كأس الشكر التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ فكما أن ذلك الخبز واحد، كذلك نحن كلنا جسد واحد، لأننا كلنا نتناول من ذلك الخبز الواحد. لأني قبلت من ربنا ما قد سلمته إليكم، أن ربنا يسوع في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وبارك وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك من بعد أن تعشوا ناول الكأس أيضا وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هكذا كلما شربتم لذكري، فأنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تذكرون موت ربنا حتى مجيئه. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي. آمين. لنقف حسناً ونستمع إلى الإنجيل المقدس.
أشلما عمخون ايوان قال يوم قديش ادماراني شعم شيحا كارزوثا يوحنان أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي أبذله ليحيا العالم فخاصم اليهود بعضهم بعضاً وقالوا كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن تكون فيكم الحياة من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه شوحا لا لها أمنائيث صباح الخير لكلتكم أصحاب السيادة الأساقفة الأجلاء الآباء المحترمين أخواتي إخوتي وأنتم الأعزاء اللي اليوم راح تتناولون القربانة الأولى اليوم فعلا عيد إلكم وهم عيد إلنا نحن بالفرصة كلتنا حاضرين حتى نحتفل بالقربانة الأولى أنا وثلاث مطارين وكان هناك مطران آخر يمكن ما لحق أن يجي بس هاي كثير فرصة حلوة هم أشكر الفرير أباء المدارس الكاثوليكية اللي دائما يهتمون بهال الجماعة الكلدانية اللي تركت العراق وفتحوا إلهم هالكنيسة الجميلة وكانوا هي نوعا ما هم كنيسة الكلدانية يعني ولولا الآباء والإخوة لما كان يمكن نقدر أن نمارس طقوسنا وليتورجيتنا يعني فشكرا إلهم ونصلي لهم حتى ربنا هو يحفظهم ويباركهم وبهالقداس نصلي من أجلكم أنتم وعوائلكم لأن هذا اليوم هو متميز في حياتكم وهم نصلي من أجل أبونا زيد اللي غدا راح يصير أسقف
فهي ترقية لكل هالخدمة المهمة من كل قلبه وخدمكم بها هون وخدم أيضا بالعراق يعني. فأبونا شكرا لك. وأما نصلي يوم الأحد يوضع يعني نضع الحجر الأساس لكنيسة كلدانية بالمملكة الأردنية الهاشمية اللي رح تكون أول كنيسة كلدانية بالأردن يعني. يعني هذا الحلم الكلدان بدأ يتحقق. الحجر هي حجر الزاوية، كل شيء يبدي بداية بسيطة بس أكيدا راح يكبر شوية يعني. وهم يحمل اسم مرتومة، وحلو أنه نبدي نحن نسمي كنائسنا باسم شفيعنا مرتومة اللي يوم الأحد هو عيده يعني. فهم أبارك كل الكلدان بالعالم بهالعيد اللي هو عيد كنسي جدا مهم يعني. يعني مثل ما الموارنة عندهم مرمارون، نحن عندنا مرتومة. مرمارون راهب بس مرتومة هو واحد من رسل المسيح، وهذا كثير مهم يعني. القربانة هي مرتبطة بمعموديتكم يعني، هالمعمودية اللي انت متعمدتم بيها ولدتم بالإيمان بيسوع المسيح ولادة جديدة، وكأنه هذا الجرن بينه ماي، هذا ما فقط ما ماي عادي وإنما ماء هو مقدس، هو مثل رحم. مثل ما ولدتم من أبوكم وأمكم هذا الرحم هو رحم الكنيسة، تولدون منه إيمانيا يعني. فيسوع يدعوكم إلى مستوى أو إلى ولادة جديدة، وهالولادة الجديدة تحتاج إلى غذاء جديد اللي هو القربان يعني. كثير مهم. وهذا القربان يعني ولادة ولدتم مرة واحدة، لكن هذا القربان راح تأخذونه عدة مرات لأن هو زاد حياتكم. مثل ما قال يسوع، ما بس بالخبز يعيش الإنسان لكن بكلمة الله وأيضا بالقربان المقدس. اللي قديس أغناطيوس الأنطاكي الشهيد حدود سنة 70 أو 100 يسمينه دواء الخلود، هالحياة الأبدية بقدر ما ننمو بقدر ما نعيش هذا القربان بقدر ما نعيش معموديتنا، كأنه يوم بعد يوم ناخذ شيء من يسوع ونخلينه علينا ونتحول له. فنحن نموت بس ما ننتهي لأنه ولدنا من جديد ولادة روحية. ويسمينه أيضا هو أغناطيوس أنه هو الإفخارستية أو القربان المقدس الأكيد هو المحبة. مثل ما يسوع أحبنا أعطانا جسده ودمه، فهذول اللي يتناولون هذا الخبز هم أيضا يكونون خبز مكسور للآخرين يعني. هون التضحية الاهتمام بالآخرين، أنه نبقى قريبين منهم، نمدلم إيدنا بسخاء وبقلب مفتوح. فأنتم اليوم مدعوين إلى النمو والارتقاء كأطفال. أهلكم قرروا أنه تصيروا مسيحيين، ما كثير كان تفهمون لكن شوية بالتعليم المسيحي، لكن اليوم أنتم وأهلكم والكنيسة، فهذا المشروع هو مشروع مشترك، كلتنا مسؤولين عليه. أهلكم مسؤولين على مرافقتكم، تربيتكم، تكوينكم، أنتم أيضا على طريقة الإصغاء والسماع إليهم وتطبيق ما هم يقولونه لكم من تعيشونه
هم تكبرون وتلمون، والكنيسة تعليم، الكنيسة هي توعي وتثقف حتى تترسخ هالعملية هالمشروع. أنتم لازم كثير تكونون قريبين من الكنيسة، وكل أحد أنتم بالكنيسة، وما يكفي أنه تتناولون مثل ما كثيرين كان قبل يعملون، ما نشوفهم إلا بيوم زواجهم يجون أيضاً للكنيسة. لا، هذا خلل، هذا فراغ، هذا فقر يعني. فأنتم أولاد الكنيسة، وحلو اليوم ترتوب كلداني. أنا فكرت نفسي بوحدي من قرانا بطمايا كرم ليست اللسقف بالكلداني وهيك بحماس وصوت عيلي، هذا هم كثير حلو. فهذا ما لازم تنسونه، كل أحد، كل أحد. حتى إذا رحتم غير بلدان، إيمانكم هو قوتكم وهو حصانة لكم، وخاصة بهالظروف الصعبة لازم يكون إن هدف ما فقط إلى أن نكون إلى بلد آمن، ولكن أن يكون أمننا وسلامنا واستقرارنا من خلال إيماننا. ممكن يكون إن كل شيء وبوفرة لكن ما نعيش بسلام، ممكن يكون إن قليل بسيط بس نحن نعيش بسلام وضمير حي. وهون هم أدعو الوالدين إلى الاهتمام بيكم، أبوكم وأمكم وأخوتكم، يعني أنه يكون متابعة، ولا فقط يعتمدون على الكنيسة أو على الشيء اللي أنتم تعملونه، لكن متابعة من أجل الحوار. يعني حلو أنه بالأسبوع أو كل أسبوعين كل فترات أب والأم يقعدون معاكم ويسألوكم أش عملتم، أش شفتم، أش درستم، شنو متابعتكم، ويصير نوع من المتابعة ونوع أيضاً من التصحيح. يعني إذا أكو أشياء غلط يقولوا لكم هي، وإذا أكو أشياء صحيحة أنه يقولوها لكم يعني. فينراد متابعة ورعاية وما يخلوكم على الظروف وبنوع من الاتكالية. يعني إذا كنتم هون وبعدين أصعب هون الجو بعد محافظ، لكن تروحون هناك تشوفون جو كثير متحرر وكله مكشوف مع الأسف، كثير إباحية. فينراد كثير هيك متابعة يعني، فيكون حوار هيك بناء، لأن هذول الأولاد أطفال هي أمانة برقبتكم، تقدرون تعملون منهم شيء كثير كبير، ويكونون هي فخر لكم ومثل ما يقال بركة لكم وتاج راسكم، يعني هيك تفتخرون بهم، وممكن أن يكونون ما خوش وأنتم بعدين تنكسفون يعني. إن شاء الله ولا واحد منهم ما يكون هيك، بس هذا كله عليكم. نحن أيضا نشوفونا نحن بالعمر ويك هم نحن أهلنا ربونا، أهلنا تابعونا، وكان ظروفنا يمكن أصعب من مالكم، لكن هي مقلقوا في قلبنا هالمحبة وهذا الإيمان وهذا الرجاء وهذا الصبر والصمود. كان ظروفنا كثير قاسية يعني. نتعلم نحن وأهلنا ومع الكنيسة نعيش بالمحبة والتناغم، تناغم مثل هالموسيقى السيمفونية يعني، أنه نفهم نشوف الأشياء بطريقة إيجابية، ونعمل أيضا بالمحبة اللي هي هالطاقة تجعل حياتنا أكثر قوة يعني. أنتم أيضا الأولاد أكو وصية الله، أكرم أباك وأمك، كثير تحترم أبوك وأمك وأبوك وأمك يعني. مهما كان قد يكون غدا تدرسون وتفكرون أنه صرتم أنتم أهام وأهلكم ما يفهمون مثلكم، لا، أبوكم وأمكم هي جذوركم يعني، كثير احترام يعني. برا الأولاد كثير عندهم احترام لأبوهم والأمهم يعني. أنا هم درست برا يعني
بفرنسا وبإيطاليا وألمانيا، الأولاد هيك قبل ما يروحون يجون ينامون يبوسون إيد أبوهم وأمهم، بيركونا نروح ننام. هذا كتير حلو، احترام يعني، وهي وصية الله يعني. بصراحة يعني كنت كاهن وبعدين أسقف، واليوم بترك لما أشوف الأولاد يتركون أبوهم وأمهم وحدهم ويهاجرون، يعني هيك أتمزق يعني. المنو تترك أبوك وأمك وأنت تروح يعني وما تهتم بهم يعني؟ يعني أعرف ناس أبوهم وأمهم ماتوا وهي ماكو، ونحن ككنيسة نحن قمنا بواجبهم، ولما جو بعد شهرين ثلاثة بس باعوا البيت وأخذوا الفلوس وراحوا. هاي أخلاق أبوك وأمك؟ لو ما هي من انت ما كانت تكون. كثير تهتمون بهم وكثير تحترموهم، وخاصة بشيخوختهم ومرضهم يحتاجون إليكم. فنحن كثير نصلي من أجلكم ومن أجل هالعوائل المسيحية اللي تركت هالبلدها للعراق، أن يكونون يحافظون على إيمانهم، على أخلاقهم، وعلى تقاليدهم، وليش لا أيضا على لغتهم، بس أهم شيء على التماسك العائلة، ما يروحون ببلد كثير حرية وما نشوف إلا طلقوا وخلوا أولادهم وراح. كارثة كارثة يعني. أنا كنت كركوك أعرف كثير عوائل هالقد متماسكة، بس راحوا لبرا سمعت أنه تركوا بعضهم وراح. هذا شيء كثير محزن يعني. ومن يقول هذا العلاقة الثانية أو الزواج الثاني يكون ناجح يعني؟ وبعدين وعد إيش يقول الله يعني؟ ويتركون أولادهم على منه يعني؟ فكتير كتير مهم أنه تفكروا بهالمبادئ القيمة اللي هي حياتكم وهي أيضا فرحكم وسلامكم. لنقف بفرح وابتهاج ونطلب بثقة قائلين: ارحمنا يا رب. يا رب، من أجل أن تحفظ الكنيسة إكليروسا ومؤمنين كي تبقى أمينة في حمل بشرى إنجيل الحب والسلام، وأن يكون حضورها مؤثرا في عالمنا، نسألك. يا رب، من أجل قداسة البابا فرانسيس وباطريركنا لويس وجميع الأساقفة والكهنة، لكي ما تحفظهم وتقويهم لخدمتنا، نسألك. ارحمنا يا رب. يا رب، من أجلنا نحن الذين سنتناولك للمرة الأولى في حياتنا، اجعلنا أمناء لك ولكنيستنا، ونقتدي بمريم أمنا في عيش هذه الأمانة، نسألك. يا رب، من أجل عوائلنا ومعلمينا امنحهم النعمة والصحة لكي يربونا تربية إنسانية ومسيحية، فنغدو مؤمنين جيدين ومواطنين صالحين محبين لكل الناس، نسألك. يا رب، من أجل بلدنا العزيز الأردن وشعبه الأبي، احفظه يا رب بلداً آمناً وسالماً ورمزاً للتعايش تحت راية ملكه المعظم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، نسألك. ارحمنا يا رب. يا رب، من أجل الاستقرار والأمان في بلدنا العزيز العراق وفي العالم أجمع، لكي ينعم الناس بحياة حرة كريمة ويعيش الجميع بسلام، نسألك. ارحمنا يا رب.
نستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس. أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك ومع هؤلاء الأطفال، وتفيض بواسطتنا موهبتك، وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك يا رب الكل. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. ليقبل هذا القربان بوجه مشرف ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا عونا وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حلاوة لورا والروح قدشا المذبح قدشا نويد أخرانا دو ثلتا مريم مميدا مشيحا كل عما من ومن دخرا مرتوما على المذبح قدشا عم كنيدا صاحوا سهدد ثكلا إيمان كنيستنا هو إيمان مرتومة بعد يومين، يعني
فأدعوكم إلى أنه اللي يقدر يركع خليه يركع، صغار نحن نركع ونقول سوا: ربي وإلهي. قدام يسوع مرتومة ركع سجد قال ربي وإلهي. كلتنا سوا: ربي وإلهي، ربي اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارة الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في العالم أجمع، ليمنحنا الله الذي كللهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. بارخ مار. نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة، إذا هلتنا بفيض مراحمك نحن الضعفاء الخطأ، للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. فإننا نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. سلام عمكم. إخوتي، تبادلوا السلام بمحبة المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. العين هون مدعايكم. قربانا لا لها ماركول متقارم يا عيب وزاد شلاما عمان.
يستحق اسم ثالوثك المجد من جميع الأفواه، والشكر من كل الألسن، والسجود والتعظيم من كافة الخلائق، أيها الآب والابن والروح القدس. يا خالق العالم بنعمته، ومبدع البشر برحمته، ومخلصهم بحنانه، ومفيضا نعمة عظيمة على المائتين مع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك، وربوات الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح، والكروبيم والصرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين: السماوية نحمدك يا رب، ونبارك كلمتك المتجسد، فهو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، وهو لم يعد مساواته لك غنيمة، بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا، وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها للموت، أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت يا الله أباه ضابط الكل، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كاسا طاهرة، وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري، نؤمن ونعترف كما أوصيتنا يا رب. لقد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بسر الخلاص هذا الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى، فتجسدت لتحيينا بإلوهيتك، وعظت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائض. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه حمداً لك على جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية، وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبله يا رب لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباتريارك، وكل الأساقفة المشاركين في هذا القداس، جميع الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات.
نعم يا رب، اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا. اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك. استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا. اقبله يا رب لأجل هذا البلد وسكانه وهذه المدينة عمان وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب. أبعد عنهم الخوف والعنف وامنحهم الأمن والسلام كل الأيام. اقبله يا رب لأجل هؤلاء المتناولين وعائلاتهم. أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر واطلب الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة. أنهي الحروب واهدي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف فنعيش حياة ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن إذ قبلنا بالتواتر الرسولي عن آبائنا ما رسمه ابنك فإننا نحتفل مسبحين وفرحين بهذا السر العظيم والرهيب والمقدس والمحيي والإلهي سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. ليأتي يا رب روحك القدوس ويحل على بهم ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وسخفا عن خطايانا ورجاء عظيما للقيام بين الاموات وحياه جديده في ملكوت السماء مع جميع الذين ارضوك وبافواه منطلقه ووجوه مشرقه نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في بعتك المقتدى بدم مسيحك الكريم الان والى الابد. قربنا يا ربنا والهنا رحمتك من هذه الاسرار المجيده والمقدسه والمحيه والالهيه ونحن غير مستحقين. حقا نحن غير مستحقين. اقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الاسرار المقدسه ونكسب بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. لقد أفرزت هذه الأسرار المجيدة. ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق.
فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معا. كنيستنا واحدة من أقدم كنائس بالعالم، ونحن ما فقط عندنا مرتومة ومؤسس هالكنيسة، لكن عندنا لغة يسوع المسيح نفسه استعملها. يعني فحب أنه كلتنا مع بعضنا نرتل أوند وشمية وين من كنا نحن، هاي اللغة تكون أيضا ميزة أو سمة لكنيستنا ولشعبنا. أوند وشمية أبانا الفائضة رحمة نطلب إليك مبتهلين. لا يا رب، لا يا رب، لا تدعنا أن نسقط في التجربة، لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشا ووخلزوان والعالم علمين. أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، ونقي ظواهرنا بحنانك، أيها المسيح رجاؤنا الآن وإلى الأبد. بارك مارك
لتكتمل معنا بالمراحم موهبة سيدنا ومحيينا يسوع المسيح. دين الأبد لا بدين آمين. أخوتي تناديكم الكنيسة، تعالوا واقتبلوا جسد الابن واشربوا من كأسه بإيمان للحياة الأبدية. سبحوا واسجدوا واشكروا واعبدوا ربكم واحمدوا تحت سر عجيب. ثم خبز الحياة، ثم موت النجاة. آمنوا يا خطاب بكلام جسدك مكان الحاضر.
نحن الذين اشتركنا بنعمة موهبة الروح القدس، قد اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية، لنشكر معا ونسبح الله واهبها. لنصلي السلام معا. المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الذي أهلنا بنعمته لتناول جسده ودمه الكريمين والمقدسين، نسأله متضرعين أن يقوينا لتكميل مشيئته بأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا، وليكن هذا القربان الذي تناولناه غفرانا لخطايانا وعربون القيامة من بين الأموات والحياة الجديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوه بنعمته ومراحمه الآن وإلى الأبد. أنا والأساقفة نعطي البركة الأخيرة لكم، بس أحب قبل البركة الأخيرة أن أشكر كل اللي اهتموا بتعليمكم، يعني والجوقة كانوا بديعين، والشماسة كثير متحمسة ويبين كثير تعبانة معاكم، الله يحفظكم كلكم. المعلم مالتهم معلمهم الأستاذ دريد. دريد شكراً كثير، يعني الله يحفظك. بركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس تحل عليكم وتستقر إلى الأبد.